السلام عليكم. مثلت غزة في العقدين الأخيرين وخاصة بعد العام 2005 شوكة في خاصرة الكيان الصهيوني، كما مثلت في الفترات الأخيرة جبهة ملتهبة لا تقل خطورة عن جبهة الشمال. ومع الوقت أصبحت سياسة الاحتلال ضد غزة بينة، وتتمثل في إبقاء الرأس فوق الماء على المستوى المعيشي والاقتصادي بالتوازي مع سياسة جز العشب على المستوى الأمني، ولئن كان الاحتلال نجح في الأولى فقد أخفق في الثانية. تعيش غزة تحت حصار خانق منذ 12 عاما، خاضت خلالها 3 حروب طاحنة، لكنها خرجت منها أشد مقاومة وأقوى شكيمة، وهي تحاول في هذه الفترة أن تكسر الحصار وتنتصر لأطفالها وأبنائها الأبرياء المظلومين. غزة بين كسر الحصار والتهدئة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع مع الدكتور محمود العجرمي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق. بعد قليل فابقوا معنا. أشواقي من لوز وتي، وبأنني ناي الحكاية في أصابع من أني، بأنني زوادة أشواقي من لوز وتي، وبأنني ناي الحكاية في أصابع من أني. أو تعلمي بأنني من أحرف الموال جهزت السفير، يوما على بحر الفداء، يوما على بحر الضياء. بأنني من أحرف الموال جهزت السفين، يوما على بحر الفدا، يوما على بحر الضياء، كيما نصلي العشق في وطن العيون، كيما نصلي العشق في وطن مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذن حلقتنا لهذا الأسبوع نتحدث فيها عن الأوضاع في قطاع غزة الذي يعيش حصارا خانقا منذ أكثر من 12 عاما، ولا سيما بعد انسحاب الاحتلال من غزة عام 2005، ومن ثم حصول الانتخابات الفلسطينية في عام 2006 وفوز حركة حماس. تعرض القطاع آنذاك لحصار خانق بدأ في عام 2006 وأصبح أكثر اشتدادا بعد ذلك شيئا فشيئا، وخاصة أن ذلك الوقت تزامن مع أسر جلعاد شاليط. بعدها تفاقمت الأمور، دخلت القطاع في الحرب الأولى وفي الحرب الثانية وفي الحرب الثالثة عام 2014. ظل الحصار هو المشرع في وجه الفلسطينيين، وقد شمل العديد من الجوانب، كان أهمها الجانب الإنساني الصحي والاجتماعي المتمثل في إغلاق المعابر وعدم السماح للبضائع بالدخول إلى قطاع غزة. وطبعا كانت هذه السياسة كما قرأنا في المقدمة سياسة إبقاء الرأس فوق الماء، بحيث أن غزة تستطيع أن تتنفس فقط، لا تشبع وفي نفس الوقت لا تموت من الجوع، وأن تعيش في هذه الحالة. في المقابل استخدم الاحتلال سياسة جز العشب، أي أنه يقوم كل فترة باستهداف المقاومة الفلسطينية حتى لا تستطيع أن تقوى وتستمر في تنامي قوتها. وفي الثانية لم ينجح كما قلنا، لأن المسألة تتعلق بإرادة فلسطينية كبيرة على تنمية قدرات المقاومة الفلسطينية. في الأولى حقق نجاحات كبيرة وأصبح الوضع الاقتصادي في قطاع غزة لا يحتمل، أرقام مخيفة فيما يتعلق بالبطالة
بأعداد الفقراء في ازدياد، وكذلك الذين يعيشون تحت خط الفقر. إذن هو حصار متكامل. أسوأ صور هذا الحصار كانت إبان تدخل السلطة الفلسطينية سلبا مع الأسف قبل عام تقريبا من الآن، عندما أقرت سياسات جديدة أو عقوبات جديدة على قطاع غزة، تمثلت في محاولة يعني سحب معاشات الموظفين أو تقليل معاشات الموظفين بالأحرى إلى 50%، وفي أيضا تقليل الموازنات أو المخصصات لبعض الوزارات مثل القطاع الصحي وقطاع التيار الكهربائي وغيره من القطاعات المهمة. كل ذلك أثر على أوضاع القطاع في الآونة الأخيرة. لكن هل بقيت الأمور على هذا النحو، أو ستبقى الأمور على هذا النحو فترة أطول؟ هذا هو السؤال المطروح في هذه الحلقة، إذ أن هناك حراكا مهما خلال الأسابيع الماضية كانت تقوده جمهورية مصر العربية، وهذا الحراك جاء بناء على التحرك الفلسطيني في 30 من مارس آذار الماضي، عندما قامت مسيرات العودة وكسر الحصار، واستمرت حتى هذه الأيام في كل جمعة، وهناك أصبح أيضا وقفات احتجاجية في بقية أيام الأسبوع. هذه أثرت جدا على المستويات الأمنية لدى الاحتلال والسياسية، وبالتالي بدأ يبحث عن حل لاستعادة الهدوء على الحدود مع قطاع غزة. الحل عند الشعب الفلسطيني يكمن في كسر الحصار، وأن تعيش غزة حياة كريمة كباقي مدن العالم، أو أن الأمور قد تتجه إلى حرب طاحنة ستكون هي الحرب الرابعة. لذلك الطرف المصري يتدخل والطرف القطري يتدخل في محاولة لإسعاف هذه الحالة المتردية في قطاع غزة، وعدم الولوج إلى حرب محتمة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. هذا موجز سريع لحالة الأوضاع في قطاع غزة المعيشية والسياسية والاجتماعية. الآن نحن أمام سؤال مهم: هل سيستمر الحصار على هذا النحو والإجراءات، ولا سيما الإجراءات العقابية من السلطة، كجزء لا يتجزأ من الحصار على قطاع غزة، أم أن الأمور ستذهب إلى انفراجة ما بطريقة ما، ولا سيما أن هناك أطراف معنية بكسر هذا الحصار، وهناك تدخل أممي كما نعرف في الآونة الأخيرة، وهناك تدخل قطري وتدخل مصري، وعناد من السلطة الفلسطينية وعناد من الاحتلال الصهيوني الذي بدأ يستوعب أن الانفجار وشيك إذا استمر الضغط على قطاع غزة، أم أن الأمور ستذهب إلى حرب طاحنة كما أشرنا، ونخسر هذا الخيار الذي يريده الجميع، أن تعيش غزة حياة كريمة ويتم كسر الحصار عنها. هذه الأسئلة نطرحها إن شاء الله في هذه الليلة على ضيفنا الدكتور محمود العجرمي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، الذي سينضم إلينا بعد قليل، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. شرة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مستوياتها الحرجة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى أكثر من 65%، وانخفضت القوة التشغيلية إلى 10% من مجموع القوى التشغيلية في القطاع، إضافة إلى الحرمان من أدنى مقومات الحياة لمليوني مواطن كالمياه الصالحة للاستخدام الآدمي وغاز الطهي والعلاج والتعليم وحرية السفر، مما يرسم لوحة إنسانية قاتمة يحياها الشعب في غزة منذ 12 عاما. واقع قطاع غزة الإنساني صعب وصعب للغاية، ويزداد سوءا يوما بعد يوم، وهو انتقل للأسف من حالة الفقر إلى حالة الجوع. هناك أسر حقيقية لم تعد فقيرة بل أضحت معدمة لا تجد قوت يومها. على بعد أمتار من السلك الحدودي يقف جنود الاحتلال وهم مدججون بمختلف الأسلحة الأكثر تطورا، يراقبون أهالي القطاع وهم يخرجون كل يوم للسياج الحدودي الفاصل في محاولة منهم لكسر الحصار وإيصال رسائل للعالم بأن قطاع غزة يستحق أن يقف إلى جانبه أحرار العالم ليدعموا حق شعبه في كسر الحصار الغاشم. الذي يجري اليوم في قطاع غزة هي جريمة ضد الإنسانية. العقوبات الجماعية التي تستمر فصولا لأكثر من 12 عام الآن، يعني هناك عزل يواجه هذا العدو على المستوى الكوني، إن كان في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في مجلس الأمن أو أمام منظمة التعاون الإسلامي الاتحاد الأوروبي،
وفي الميدان هو غير قادر أن يفرض شروطه لا على المستوى العسكري وكذلك أيضا ما يواجهه اليوم في مسيرات العودة الكبرى السلمية. الاحتلال الصهيوني عبر وسائل إعلامه المختلفة ينقل تهديدات تخرج عن قاداته تؤكد اعتقادهم بعدم اقتناع نتنياهو ومن على شاكلته بإمكانية التهدئة في قطاع غزة عبر الاتفاق، وأن الحل يكمن في توجيه ضربة قاسمة وسريعة لحماس ومن ثم تتم التهدئة لعدة سنوات. هذا التفكير يعكس مدى جدية الاحتلال واعتقاده بضرورة التوصل لتهدئة مع قطاع غزة، لكنه يستمر في لعبة المراوغة لكسب الوقت وإبقاء غزة تحت الحصار. تحية لكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذن هكذا تبدو الأوضاع كما أشار التقرير السابق، وتبقى هذه الخيارات مفتوحة في الحقيقة في قطاع غزة، وخاصة أن الاحتلال الصهيوني أو المشهد الصهيوني هذه الفترة هو مشهد مرتبك بسبب أن هناك انتخابات وشيكة داخل الكيان الصهيوني، ولا يريد أحد أن يتبنى أحد من القادة الصهاينة، يعني نتنياهو ليبرمان وهؤلاء الذين يتوعدون غزة، أن يتبنى حربا على قطاع غزة وبالتالي يخسر في الانتخابات. أرحب بضيفنا الدكتور محمود العجرمي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق معنا عبر الخط الهاتفي. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك معنا دكتور، واسمح لي بالسؤال بداية عن طبيعة الأوضاع أو ما قراءتك للأوضاع في قطاع غزة في هذه الأوقات العصيبة. يعني لا يزال الوضع ساخن على السلك الشائك الزائد بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة، ولم يزل أيضا الأشقاء في مصر يعني غادروا غزة منذ قليل باتجاه الضفة وسيبقون لعدة أيام، وكانوا هنا بالطبع كما نعلم الاثنين الماضي والخميس الذي سبق، وهناك كما يشاع يعني أو ما تشي به الأجواء أن هناك قد يكون أفق لتهدئة المقاومة الفلسطينية متحدة في قطاع غزة. أعلنت مواقفها وواجهت الاحتلال وفرضت دعنا نقول قواعد الاشتباك، يعني الدم بالدم والقصف بالقصف، وأثبتت في الميدان أنها قادرة على الفعل إن كان على المستوى العسكري وكذلك على مستوى الإبداع في العمل الجماهيري الذي يتمثل بمسيرات العودة الكبرى. وفعلا العدو يعيش مأزقا في التعاطي مع هذا الإبداع الجماهيري السلمي على المستوى الميداني وكذلك على المستوى الدولي. هناك تحركات دولية أيضا غير مسبوقة فرضت عزلة فعلية على دولة العدو. هناك 3 اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت الاحتلال واستخدامه المفرط بالقوة، وكذلك 3 اجتماعات أيضا لمجلس الأمن عزلت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك 14 صوت يعني في مجلس الأمن من الدول الدائمة والدول غير الدائمة العضوية لصالح حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك الجامعة العربية و منظمة التعاون الإسلامي مؤتمري قمة، والاتحاد الأوروبي أصدر قرارات، والرئاسات في معظم الدول الأوروبية أصدرت بيانات تدين فيه دولة العدو، خاصة وأن هذه المسيرات السلمية صحيح أنها سلمية ولكنها مدججة بقرارات دولية، يعني هناك 705 قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني و86 قرار من مجلس الأمن أيضا. إذا النضال الوطني نضال عادل ونضال مستمر، ولا يمكن لهذا العدو أن يتراجع إلا بالمقاومة بكافة أشكالها. هذا هو الجو العام الذي نعيش اليوم في فلسطين المحتلة في قطاع غزة. تمام دكتور، ألا تعتقد أن هذه الأيام هي أيام عصيبة فعلا وأيام نعيش فيها على ما يسمى بحافة الهاوية،
إذ أن الأمور قد تتجه بالفعل إلى انفراجة ما، وهناك عدة أطراف في الحقيقة، بعضها يريد هذه الانفراجة وبعضها لا يريدها، أو أنها قد تتجه إلى حرب جديدة مرة أخرى وهي الحرب الرابعة على قطاع غزة. المسألة يعني حساسة على ما أظن، هل تتفق مع هذه الرؤية؟ هذا بالتأكيد أتفق معكم تماما، يعني بالاجتماعات الأخيرة منذ يومين للكابينت الحكومة الأمنية المصغرة، كان هناك صراعا بين بنت رئيس البيت اليهودي وزير التعليم وفيكتور ليبرمان وزير الأمن أو وزير الجيش ونتنياهو، وكذلك رئيسة المعارضة تسيبي ليفني وإيهود باراك رئيس الوزراء ووزير الحرب الأسبق. هناك صراع وتنافس في ما بين هذه الأطراف له علاقة بالأجواء الانتخابية الداخلية للاستهلاك الداخلي، ولكن عند التصويت على القرارات لم يتخذوا قرارا بشأن عدوان جديد على قطاع غزة، ولكن في نفس الوقت يعني هذا يعتمد على تدحرج كرة النار. يعني نحن فعلا كما ذكرتم على حافة الهاوية، قد يجري تطور غير معلن غير محسوب، وندخل في واحدة جديدة من حماقات هذا الاحتلال. بالطبع الاحتلال يعي تماما ومن خلال التجربة التي عاش في عدواناته 2006 و8 و12 و2014 أنه خرج دون أن يحقق هدفا استراتيجيا واحدا. وعادة يعني حين نقول تآكل قدرة الردع لدى الجيش، يعني عسكريا كمصطلح يعني أن هذا الجيش بات غير قادر على إنجاز أهداف سياسية، وهذا مأزق حقيقي تواجه دولة الاحتلال، أنه بكل نخبته العسكرية إن كانت بالمشاة أو بالمدفعية الثقيلة أو الدبابات أو طائراته المتقدمة وآخرها، حصوله على طائرات F-35 الموجودة فقط في البنتاغون في الولايات المتحدة في دولة الاحتلال، ولكن هذا كله لم يفت بعضد الشعب الفلسطيني. بالتأكيد يمكن أن تتدحرج كرة اللهب وأن تحدث وأن يجري عدوانا جديدا، ولكن هذا العدوان يعلم العدو ما ستكون عليه نتائجه من خلال الدروس المستفادة من خلال صمود شعبنا الفلسطيني. بالتأكيد يعني على سبيل المثال الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة وهو جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، رغم ذلك شعبنا الفلسطيني لا خيار أمامه إلا الصمود والمقاومة. وللأسف مشكلتنا الفعلية في الإطار الوطني الفلسطيني أن هناك طرفا فلسطينيا يدير سلطة تتعاون مع هذا الاحتلال وتفرض أيضا عقوبات على قطاع غزة في تقاسم وظيفي، هذا من جهة مع الاحتلال، ومن جهة أخرى نعلم خطة ترامب وما يجري بشأن القدس وبشأن اللاجئين وتسارع الاستيطان. نحن في معركة مع هذا العدو، وللأسف يعني هناك من يتعاونون معه، وبالتالي هذا هو المأزق، رغم أن الآن نعيش وحدة وطنية في الميدان. يعني فصائل العمل الوطني خلال الأسابيع والأشهر الماضية أصدرت بيانات توحدت فيها أمام ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، ومن أجل انتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد الشعب الفلسطيني لمواجهة كل هذه المخاطر التي تحدثت عنها. تمام دكتور، يعني أرجو أن تبقى معي، ستكون معنا بالصوت والصورة إن شاء الله بعد لحظات. إذن هكذا تبدو الوضع. اللافت للموضوع كما تفضل الدكتور أنه هناك إجماع فصائل الآن على ضرورة أن يتم كسر الحصار بلا عودة، لأنه من غير المعقول القبول بحصار بهذه الطريقة، حصار بشع.
وهذا الإجماع الفلسطيني إجماع ضخم وكبير، وهناك أيضا لاعب مهم في المعادلة وهي السلطة الفلسطينية مع ما تمثله من مستوى رسمي قانوني معترف به، لا تريد لهذه المحاولات أن تنجح، وهذا ما سنناقشه بشكل مهني موضوعي مع ضيفنا الدكتور محمود. طبعا هذه المعادلة معادلة صعبة، والقدرة على تفكيكها يحتاج إلى مهارة عالية، لأن هناك أطراف دولية في الحقيقة، الأمم المتحدة، هناك أطراف عربية مهمة جدا كمصر وقطر وغيرها حاولت أن تتدخل من أجل محاولة وقف العقوبات أو العقوبات القادمة على قطاع غزة فلم تنجح من السلطة أعني، وحاولت أيضا أن تخفف بعض المعاناة بطريقة أو بأخرى لم تنجح بسبب منع السلطة من ذلك، ولذلك نحن أمام معادلة صعبة في الحقيقة. دكتور محمود معي مرة أخرى الآن من مدينة غزة مباشرة. طيب نواصل بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بضيفي من غزة مباشرة الدكتور محمود العجرمي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق. أهلا وسهلا فيك دكتور محمود معنا. أهلا بك يا مرحب. دكتور محمود، كنا نتحدث عن الأوضاع وعن المعطيات والمآلات لهذه الحالة التي تعيشها قطاع غزة، وقلت في الفاصل قبل الفاصل أن هناك معادلة معقدة للغاية، وهناك أكثر من لاعب في هذه المعادلة، ولعل أهم اللاعبين وأكثرهم خطورة على المشهد هي السلطة الفلسطينية متمثلة بالرئيس محمود عباس الذي يعيق أي محاولات حقيقية لكسر الحصار. هناك محاولات قطرية جادة، وقطر تدفع أموال طائلة من أجل تخفيف الحصار وإحضار التيار الكهربائي، هناك محاولات مصرية أيضا جادة، ولكن هناك محاولات جادة من طرف السلطة الفلسطينية لإعاقة كل تلك المحاولات. كيف تقيم سلوك السلطة الفلسطينية تجاه هذا الموضوع؟ يعني السلطة، يعني إذا قلنا مجازا أنها فلسطينية ولا أعتقد أنها كذلك، تستند إلى اتفاق أوسلو، وأعتقد أن اتفاق أوسلو اتفاق أمني بامتياز، يعني أعطى لهذه السلطة دورا وظيفيا لإسناد هذا الاحتلال. اتفاق أوسلو حول القضية الوطنية الفلسطينية من قضية شعب يناضل من أجل التحرر والاستقلال إلى سكان تحت السيادة الكاملة لدولة الاحتلال. هذا هو جوهر دور هذه السلطة، دور وظيفي أمني، وكلنا تابع على سبيل المثال تصريحات السيد محمود عباس حين يقول أنه يقدس التعاون الأمني مع الاحتلال، وأنه يتفق مع رئيس الشباك على 99% مما تراه دولة الاحتلال، وكلنا يعلم أن هذه السلطة تعترف بدولة العدو على 78% من فلسطين، و شطبت على حدود 67، أي هناك شطب كامل لقضية اللاجئين وهم أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني. ولقد تغير كما يعلم الجميع التعبير الوطني الدارج في برنامج منظمة التحرير حين كانت منظمة تحرير عودة اللاجئين إلى ديارهم التي اقتلعوا منها وفق القرار 194. مع هذه السلطة، سلطة أوسلو، تغير ذلك تماما، فأصبح حل عادل لمشكلة اللاجئين متفق عليه، لأن عباس يعلم علم اليقين أن المرجعية والسيادة الآن أصبحت لدولة الاحتلال. حين يعترف عباس وهذه السلطة بدولة
العدو، هذا بالقانون الدولي يعني اعترافا بسيادة دولة العدو على فلسطين إقليما وسكانا ومصادر طبيعية. وكذلك موضوع القدس، إذن هناك ضياع للأرض، ضياع للقدس كعاصمة للوطن الفلسطيني، وضاع لقضية اللاجئين، هذا هو الدور. ويعني أضف إلى ذلك العقوبات، وهي جريمة حرب التي يرتكبها عباس ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. وأريد فقط أن أذكر أن رؤساء وممثلي معظم دول العالم في الدورة 73 للجمعية العامة التي عقدت منذ أسابيع، الجميع أكد على إدانة دولة الاحتلال لأنها تمارس قوة مفرطة ومميتة ضد شعب يناضل من أجل إنفاذ قرارات الأمم المتحدة. الوحيد الذي خرج إلى المنصة ليهدد بعقوبات جديدة على قطاع غزة هو من يسمى بالرئيس الفلسطيني وللأسف. وبالتالي، ولكن دعني هنا أؤكد على حقيقة أن الميدان الآن، الميدان الفلسطيني في كل فلسطين المحتلة موحدا، إن كان على المستوى الشعبي أو على مستوى الفصائل، الجميع موحد في مواجهة هذه السياسة، إن كان سياسة الاحتلال بكل عناوينها التي ذكرنا، وكذلك سياسة هذه السلطة التي تتقاسم ذات الوظيفة وذات الأدوات في مواجهة الثوابت والأهداف الوطنية الفلسطينية. ونحن في عملية فرز واستقطاب في الشارع الفلسطيني إلى أن يعزل هذا التيار، لأنه خطر، لأن الطابور الخامس الذي يعمل داخل القلعة الفلسطينية خطورته تقارب خطورة الاحتلال إن لم يكن أكبر. نعم دكتور، الآن في محاولات الجذب والاستقطاب وفي محاولات تجاوز حافة الهاوية والمحاولات الجارية الآن من كافة الأطراف لفرض إراداتها على الساحة الفلسطينية، ولا سيما هذا القطاع الصغير المحاصر، بين إرادة فلسطينية فصائلية للمقاومة تريد أن تكسر الحصار وتفرض معادلات جديدة للاحتلال، وإلى جانب بعض الأطراف العربية التي تساعد في هذه الوجهة، وبين الدفع باتجاه حرب طاحنة أخرى على قطاع غزة يحقق من خلالها الاحتلال بعض المكاسب بكسر يعني إرادة المقاومة أو التقليل من قوتها، وكذلك الموضوع محاولة إضعاف المقاومة أيضا لصالح السلطة الفلسطينية لأنها لا تريد منافس وخصم قوي في قطاع غزة. يعني هل تعتقد أن المقاومة قادرة بالفعل على الصمود أمام هذه الخيارات وتحقيق اختراق نوعي هذه المرة؟ إذا يعني قمنا بمراجعة موضوعية وهادئة لكل المعارك والعدوانات التي جرت في قطاع غزة، سنجد أن المقاومة كانت بعد كل عدوان تفشل هذا العدوان وتضيف مآزق جديدة لهذا الاحتلال. كل حركات التحرير في التاريخ لم تنتصر بالقوة العسكرية، وإنما انتصرت بقوة الإرادة. نحن لسنا في معركة النوك أوت أو الضربة القاضية، نحن ككل حركات التحرير في معارك مراكمة نقاط إلى أن يحدث التحول النوعي في ميزان القوى. عام 2006 حين اعتدى الاحتلال على قطاع غزة، تم أسر الجندي شليط، وأطلق مقابل ذلك 1027 مناضل ومناضلة من سجون الاحتلال، وانكفأ العدو دون أن يحقق أهدافه الاستراتيجية المعلنة وغير المعلنة. عام 2008-2009 سقط إيهود أولمرت الذي شن هذا العدوان، واندحر العدو بعد 22 يوم. عام 2012 على سبيل المثال سقط إيهود باراك الذي كان وزيرا للحرب في حينه، ولأول مرة في تلك المعارك طالبت دولة العدو بوقف إطلاق النار، وهذه سابقة في تاريخ الصراع العربي والفلسطيني مع دولة المستوطنين. عام 2014 في تموز لـ51 يوم
وكما قال منذ أيام مدير الاستخبارات العسكرية للقناة العاشرة أن 600 طائرة F-16 تناولت غزة بنيرانها بما يوازي 6 قنابل نووية، وصمدت المقاومة واستخدم كل نخبه يعني العسكرية النحال وقفعاتي وجولاني والمظليين والقوات الخاصة وفشل. إذن المقاومة في كل معركة من هذه المعارك تفاجئ العدو. وأضيف هنا ملاحظة أن رئيس الأركان قال منذ أيام أن مشكلتنا في العدوان اللي هو جادي إيزنكوت، قال أن العدوان يعني أن الحرب القادمة كما يقول أنها لن تكون على الجبهة الجنوبية فقط، ولكننا نتوقع جبهات متعددة، ودولة العدو لم تقاتل في تاريخها على أكثر من جبهة، وبالتالي هناك مشكلات جدية تتفاقم في مواجهة هذا العدو، جبهة لبنان، جبهة سوريا، وكذلك وجود القوات الإيرانية أيضا، ويجري الحديث الكثير عن ذلك. إذن العدو يواجه في كل انعطافة من انعطافاته في مواجهة المقاومة مآزق إضافية جديدة. أعتقد جازما أن إرادة شعبنا الفلسطيني التي نتابع وعن كثب في كل جمعة من الجمعة، على سبيل المثال الجمعة 30 الماضية، بكل التهديدات التي أطلقها العدو وحشد المزيد من مشاته ونخبه وكذلك الميركبا والطائرات، وفوجئ هذا العدو بأن من خرجوا هم أضعاف من خرجوا في الجمعات التي سبقت. نعم. وبالتالي هذا العدو في مأزق حقيقي، إن كان على المستوى الميداني أو على المستوى السياسي داخل الحكومة، وفي معاركه أيضا الإعلامية والدبلوماسية على المستوى الكوني. نحن واثقون من أن أي تقدم. معذرة دكتور، مؤخرا تابعنا أن هناك محاولات جادة للتخفيف من الحصار لكسره من خلال الأمم المتحدة. الاحتلال وافق عدة مرات على إدخال شحنات من الوقود ورواتب للموظفين تبرعت بها دولة قطر مشكورة، جهود مصرية لمحاولة تثبيت التهدئة وتعزيز نجاح المصالحة، لكن في المقابل كان هناك طرف معطل هو السلطة الفلسطينية والسيد محمود عباس. هل نستطيع أن نقول أنه نجح حتى اللحظة وسينجح مستقبلا في إعاقة كل هذه المعادلات وهذه المعطيات باتجاه لحلحة الأمور في قطاع غزة، مع العلم أن القطاع يعيش ظروفا يعني مأساوية لم يعيشها منذ تقريبا أكثر من عقد من الزمن؟ لقد ثبت لدى قوى المقاومة التي كانت تحاول أن تبحث عن أفق لمصالحة أنه لا أفق لهذه المصالحة، ولهذا صدر بيان 9 فصائل كلها موحدة حول ضرورة دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وإنفاذ نتائج اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت في بيروت 2017، وكذلك تنفيذ اتفاق المصالحة 2011 الذي عقد في مصر، وكذلك كما ذكرت يعني تشكيل حكومة وحدة وطنية وهكذا دواليك، أي أن كل فصائل العمل الوطني الوازنة موحدة في مواجهة هذا التيار من حركة فتح المتواطئ والمتخابر والذي يتقاسم وظيفيا مع الاحتلال. دولة العدو فعليا، وكما تؤكد تصريحات ولقاءات وقرارات إن كان الكابينت أو الحكومة، هي ليست في وارد الدخول مرة أخرى في حماقة جديدة ينجم عنها أيضا مآزق جديدة لدولة الاحتلال. الولايات المتحدة منشغلة في غير موقع، وآخرها موضوع يعني مقتل أو قتل الخاشقجي. نعم. وهذه الأزمة التي تواجه الولايات المتحدة إن كان بحصار قطر الفاشل
أو نتائج قمة الرياض التي حولت المقاومة إلى إرهاب وأصبح العدو هو الظهير. إذن هناك مشكلات كبرى تواجه الجبهة المعادية، وهي ليست في وارد الدخول في قصة لا يعلم أحد كيف ستكون نتائجها، وبالتأكيد لن تكون لصالحهم. فلسطينيا إلى أي مدى يمكن أن ينجح السيد محمود عباس كنتيجة؟ أنا لا، ما هذا اللي بدي أوصل له يعني. والنتيجة بالتالي أن عباس هو الوحيد الذي يدفع باتجاه مفاقمة أزمة قطاع غزة، وهذا الحلم بالعودة لقطاع غزة وقصة التمكين. أعتقد جازما ومما يجري اليوم إن كان من زيارات الوفد المصري أضحت التهدئة ضرورة، كل من موقعه يعني، كل له السيناريو الخاص به، ولكن الجميع أضحى مجمعا. وهناك أطراف دولية كثيرة، ليس فقط ميلادينوف والأمم المتحدة، أيضا هناك دول أوروبية كثيرة تدفع باتجاه رفع هذا الحصار الظالم وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة وإحياء هدنة 2014 دون أي تنازل سياسي أيا كان من قبل المقاومة وشعبنا الفلسطيني. والمصالحة أعتقد أنها ستنكفئ، لأن عباس ليس في وارد الشراكة السياسية، ليس في وارد إعادة، هذا ليس دوره، له دور وظيفي مناقض آخر. نحن أمام برنامجين، برنامج يقاوم الاحتلال وبرنامج يتقاسم وظيفيا مع الاحتلال، وبالتالي شعبنا سينتصر في فرض هذه الهدنة وشروط اشتباك ألزم العدو بالإصغاء لها تماما، وهو جاهز لكل السيناريوهات والاحتمالات. إذن أعتقد أن محمود عباس أضحى معزولا الآن على المستوى الوطني، أضحى يقدم برنامج غير مقبول على المستوى الدولي، وبالتالي سوف يفشل. على يعني على سبيل المثال، حاول منع دخول الوقود القطري لمحطة الكهرباء، هذا وصل إلى نتيجته النهائية ودخل الوقود، وسوف تتحسن بدءا من هذه الليلة الكهرباء في قطاع غزة. وكذلك كما ذكرتم الإسناد المالي لمرتبات الموظفين، وهناك أكثر من طرف أوروبي ودولي مع حل الجوانب الإنسانية في قطاع غزة، وبالتأكيد قضيتنا في جزء من أجزائها إنسانية، يعني هي جريمة ضد الإنسانية، وفي نفس الوقت هناك حقوق وطنية، كل ذلك من أجل الوصول إليها وتحقيقها. وأعتقد أن العزلة سوف تكون النتيجة لنظام عباس، وهناك مشكلات تواجه عباس. يعني الآن الضفة تتململ وتتحرك، وهناك عمليات فعلية في الضفة، وكذلك المشكلة مع الأردن في قضية استعادة المنطقتين اللتان استؤجرتا من دولة العدو، وهناك مشكلات ما بين الأردن وما بين دولة العدو، وكما ذكرت أيضا في الشمال. يعني كل ذلك سوف يضع مشروع محمود عباس في الزاوية. نعم. طيب دكتور، أخيرا يعني ما مدى جاهزية المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة لأي عدوان قادم قد يقوم به الاحتلال؟ فنحن نعرف أنه احتلال غادر وقد قام من قبل بمثل هذا التصرف. كل المعارك التي جرت خلال السنوات الماضية وهي معارك كبرى، ودعني أقدم نموذج واحد فقط، معارك عام 1967 والتي احتلت فيها دولة العدو 4 دول عربية، مصر وسوريا ولبنان والأردن، استخدمت 650 طائرة ميراج و سكاي هوك والفانتوم، وهي طائرات متخلفة
في معارك الـ 51 يوم استخدمت دولة العدو 8743 غارة F-16 وصمدت غزة. وكلنا نلاحظ أن قتال العدو كان قتالاً أعمى، العدو لم يصب هدفاً استراتيجياً واحداً خلال 51 يوم. قيادة المقاومة تعلن صراحةً أن وضعها العسكري وعلى كل الصعد هو أضعاف أضعاف قوتها التي كانت عام 2014، والعدو جرب أنه الآن هناك صواريخ إن كان بمدياتها أو برؤوسها التدميرية أو بدقة إصاباتها مختلفة تماماً عما كانت عليه عام 2014 والتي فشل فيها العدو وغرق في الرمال المتحركة على مبعدة مئات الأمتار على السلك الشائك الزائل. العدو يعلم أن المقاومة قادرة على المواجهة وقادرة على يعني على فرض شروطها على هذا الاحتلال. المقاومة جاهزة للرد ولا خيار لها، والمقاومة تعمل مع شعب مستعد لتقديم الأعز من أبنائه في مواجهة هذا الاحتلال. أشكرك جزيلا دكتور محمود العجرمي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، كنت معنا مباشرة من مدينة غزة. فاصل ونواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم في زهرة المدائن. دعونا نتوقف في بعض المحطات التراثية التاريخية الحضارية في مدينة القدس المحتلة، فإلى هناك. القدس محطات تراثية. القدس مدينة كنعانية بنيت منذ 5000 سنة، وهي مركز ديني وروحي وملتقى أفئدة الحجاج من جميع الديانات، وهي مقر الساسة وصناع القرار على مدار الزمان. تراثها غني بتفاصيله، ثري بحكاياته، ولكنه يتعرض كغيره من ثوابت الشعب الفلسطيني للسرقة من قبل الصهاينة لنسبه لتراثهم المزعوم. فالحياة الاجتماعية في القدس تتشابه تشابهاً كبيراً مع الحياة الاجتماعية في البلدان العربية في اللباس والطعام والزواج. فيها محطات أصبح الجيل بعد الجيل يرويها، كموسم النبي موسى الذي يشكل جزءاً من تراث مدينة القدس الديني والشعبي، ويحتفل به الفلسطينيون منذ ما يقارب 9 قرون. وفي رمضان يواظب أهل القدس على إضاءة المدينة بالفوانيس ورفع الأعلام واللافتات المزينة بآيات قرآنية، كما تبرز صور اجتماعية حميمة للأهالي حول موائد الرحمن التي يقيمها الموسرون. أما العيد فيعتبرون الاحتفال به وإضفاء أجواء من البهجة عليه جزءاً من التحدي والصمود والتشبث بالأرض. أثبت المقدسيون للاحتلال أنه لم ينجح في النيل من عزيمتهم رغم كل إجراءاته.
أهلا بكم في حكاية مدينة. نستمع اليوم إلى غزة هاشم وهي تحكي قصتها مع الصمود والكفاح. مدينة غزة، غزة هاشم، سميت بهذا الاسم نسبة إلى جد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، هاشم بن عبد مناف الذي دفن فيها، وتعد من أعرق وأقدم مدن العالم، بل وأكثرها كثافة سكانية. غزة هي بوابة آسيا ومدخل إفريقيا، وكانت عبر العصور مفتاح التجارة والحرب والاستقرار لأي حاكم، لذلك تعتبر العاصمة الثانية لفلسطين، وهي المدينة الوحيدة في العالم التي هدمت مرارا وتكرارا في نزاع الحضارات، ولكنها في كل مرة تلملم جراحها وتستنهض همتها وتستصرخ أبناءها لتبدأ من جديد. غزة أول مدينة فلسطينية تدخل السجلات التاريخية، فقد تم ذكرها في النصوص المصرية القديمة كمدينة رئيسة منذ أواسط العصر البرونزي. تعرف غزة عند علماء الآثار بأنها مدينة عائمة على بحر من الآثار، وقد أدرك الاحتلال الصهيوني ذلك، فقام بنهب الآثار المهمة منها بشكل مخطط وممنهج فيما عرف بمذبحة الآثار. من أبرز معالمها الأثرية في بلدتها القديمة المسجد العمري الكبير، وهو أحد أكبر وأقدم المساجد الأثرية في فلسطين، حيث تم تشييده على يد الكنعانيين قبل 3000 عام على شكل معبد وثني، ومن ثم تحول إلى كنيسة أفذوكسيا حتى جاء المسلمون وحولوه إلى المسجد العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسجد السيد هاشم، والذي يعتقد أن قبر هاشم موجود فيه. قصر الباشا، وهو اليوم متحف ومزار للسياح. كنيسة القديس بروفيريوس، ومسجد كاتب ولاية الملاصق للكنيسة، واللذين يرويان للعالم روعة تعانق أجراس الكنائس مع تكبيرات المساجد. تقع مدينة غزة جنوب غرب فلسطين على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي شمال قطاع غزة، وتعد أكبر مدنه، وفيها قرابة نصف سكان قطاع غزة. تتكون من 20 حياً ومنطقة سكنية إضافة إلى مخيم الشاطئ للاجئين، ومن أشهر أحيائها حي الشجاعية، والذي وقعت فيه مجزرة الشجاعية في حرب عام 2014، وسمي بذلك نسبة إلى الشهيد شجاع الدين الكردي أحد قادة صلاح الدين، حي الشيخ عجلين، والذي يعتبر عنبه من أجود أنواع العنب في فلسطين، حي التفاح وحي الزيتون، واللذين سميا بذلك لجودة التفاح والزيتون الموجود فيهما. تشتهر غزة ببعض الصناعات التراثية مثل البسط والفخار والأثاث المصنوع من الخيزران والتطريز والنحاسيات والنسيج، والتي حال حصار غزة اليوم دون تصديرها إلى أوروبا. يقال إن اسم الشاش في اللغة الإنجليزية غوز نسبة إلى غزة، وأيضا غازون نسبة إلى غزة، وهو نوع من القماش المصنوع من الحرير. أنجبت غزة نجوما منهم الإمام الشافعي، الشاعر والكاتب المسرحي معين بسيسو، الشاعر الكبير هارون رشيد، والذي غنت له فيروز
سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات المنى، سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا. واليوم تنحني الهام أمام صمود غزة وأبنائها بعد حصار دموي دام 11 عاما ولا يزال، ذاقوا خلاله ويلات 3 حروب عمدت على قتل الحياة وأنشبت أظفارها في كبد أمة نائمة، والتي ستبقى شهيدة على ظلم العالم وعارا على جبين الإنسانية، ولكنها لم تستطع قتل الإنسان الذي سطر بتضحياته ودمائه الطاهرة قصص العزة والبطولة والكرامة. ولسان حال أبنائها يصدح بي: يا غزة قد خاب من دساك. أنا من غزة مهد العزة لا أحلي رأسي للشدة، أنا في داري كالأشجار أحيا شامخة معتزة. أنا من غزة مهد العزة لا أحلي رأسي للشدة، أنا في داري كالأشجار أحيا شامخة معتزة. بالأحجار يهب وقال أحفر قبر عدو الغاشم، هتف وليسمعني العالم بدمي أبدي غزة هاشم. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أندى تحياتنا وتذكروا دائما: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.